السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه هبد كوره، معكم عصام السرساوي. قبل ما نبدا في الحلقه نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اصابه قويه لنجمنا المصري والعربي محمد صلاح، ربنا يستر. اصابه جامده في اخر الدقائق، كان بيعرق حتى في الماتش وهم متعادلين 1-1، يعني هو مش بيتدلع لان فعلا هم محتاجين المباراه انهم يفوزوا. فالاصابه شكلها قويه، يعني اللعيب دخل عليه دخله غبيه، ان شاء الله تكون اصابه خفيفه ما تاخدش اكتر من اسبوع ويرجع تاني يلعب محمد صلاح. طبعا احنا عارفين زي ما هو مؤثر في ليفربول مؤثر مع منتخب مصر، احنا محتاجينه وليفربول محتاجاه واحنا عايزين نستمتع بمحمد صلاح. اي نعم النهارده ما قداش الدور اللي كنا عايزينه واللعب اللي كنا بنتمناه، ما عملش مباراه قويه، بس الحمد لله هو اليوم باين من اوله ان محمد صلاح ما كانش فايق وكان تعبان، يعني مجهد، وفريق ليفربول كله كان مجهد من الناحية البدنية. قدروا يفوزوا ويطلعوا باللقاء 2-1. يلا بينا نخش على الحلقة ونتكلم في الحلقة عن المباراة وعن نجمنا محمد صلاح وايه اللي قدمه محمد صلاح واصابة محمد صلاح. يلا بينا نخش على الحلقة. بداية لو هنتكلم عن المباراة، المباراة كانت قوية جدا وكنت متوقع كده من امبارح. انا كنت قايل في التوقعات ان الماتش ده هيخلص 1-1 ولغاية الدقيقة 94 النتيجة كانت 1-1، يعني حاجة فعلا الماتش كان صعب جدا. انا كنت متوقع ان الماتش ده هيخلص تعادل مش هيخلص فوز لليفربول، بس قدر ليفربول انه يفوز بالمباراة. مباراة ليستر سيتي عارفين انها فرقة قوية وقوية جدا، وكنا متوقعين الاداء ليستر ده، وليستر سيتي لغاية الدقيقة 94 متعادلة 1-1، ضربة الجزاء اللي جابها ماني، طبعا الثلاث نقط لليفربول بالعلامة الكاملة 8 من 8، 24 نقطة وبيبقى بالصدارة، ولسه مانشستر سيتي عنده مباراة بكرة هنتكلم عليها بعد المباراة بكرة ان شاء الله. التشكيل كان متوقع زي ما قلنا، بس كنت بطالب الحلقة اللي فاتت قلت هندرسون ليه، المفروض هندرسون ما يلعبش، وفعلا هندرسون ريحه النهارده ما لعبوش ولعب مكانه ميرنر نفس التشكيل هو في حراسه المرمى ادريان، اتنين قلب دفاع لعب بلوفرين المره دي عن جوميز، ولعب فان دايك وناحيه اليمين ارنولد، ناحيه الشمال روبيتسون، نص الملعب فينالدوم وفابينيو، لعب ميلنر مكان هندرسون، محمد صلاح وماني وفيرمينيو. افضل لاعب في المباراه النهارده طبعا بلا منازع هو ساديو ماني. ساديو ماني النهارده تفوق على نفسه هدف واسيست وكان مؤثر عن محمد صلاح وعن فيرمينيو. لازم ندي ماني حقه زي ما بنهاجمه في اوقات، لازم ندي حقه ماني، هو السبب في الفوز النهارده. في الدقيقه 94 جاب لك ضربه جزاء من الهوا المدافع اتهور فيها. طبعا ليفربول بدا المباراه بكل جديه عايز يحرز هدف وعايز يكسب المباراه، وفعلا احرز. ليستر سيتي ما جاش الشوط الاول، ليفربول كان افضل الشوط الاول، وجات فرص الشوط الثاني، وتسرع لعيبه ليفربول كانوا ممكن يخلصوا الماتش بدري كان هيبقى النتيجه 2-0، بس تسرع لعيبه ليفربول هو اللي ادى للي احنا شفناه ده. طبعا ضغط ليفربول وقدر يحرز هدف بساديو ماني، جول رائع جدا جدا بسرعته، راح بيها وراح انفراد وحطها في الزاويه البعيده، هدف ولا اروع من ساديو ماني. ساديو ماني فعلا لعيب لا غنى عنه في ليفربول، زيه زي محمد صلاح زي فيرمينيو، ادى مباراه طيبه جدا جدا. خلص الشوط الاول 1-0، جت فرص الشوط الثاني، وجت فرص لماني، وجت فرص لمحمد صلاح، بس التسرع اللمسه الاخيره وحشه، واللمسه اللي قبل الاخيره وحشه، يعني المفروض الكره اللي تتبازة تتشاط، والكره اللي تتشاط المفروض تتبازة، وحتى البساط كانت طويله شويه. الشوط بدايه الشوط الثاني اول 15 دقيقه ضغط ليفربول عشان يحرز الثاني، معرفش يحرز الثاني. طبعا في نص الشوط الثاني في الدقيقه مثلا 75 قدر ليستر سيتي بكوره لماديسون شبه انفراد ويحطها وتعدي من الجول واحراز الهدف 1-1، وبيضغط ليستر سيتي، وكان في فرص لليستر سيتي وكان في فرص لليفربول، بس محدش قدر يترجمها لحد الدقيقه طبعا 94، ضربه جزاء لما شفناها في الاعاده والفار اكد انها فعلا ضربه جزاء، وهي فعلا ضربه جزاء كوره محمد صلاح. ونرجع لاصابه محمد صلاح قبل الهدف بحوالي 5 دقائق، في الدقيقه 89 محمد صلاح بالكوره وعدى المدافع داخل فيه، داخل يأذيه هو، يعني بيني وبينك هو داخل يأذيه، المفروض دي كارت احمر، داخل مش للكوره ده، داخل للاذيه، وفعلا يعني شفنا وش رجل محمد صلاح انتنى تحتيه حاجه يعني صعبه. انا قلت محمد صلاح مش هيكمل المباراه،
لما قام حتى وهو قايم وبيجري بيعرج، بس هو عايز يكمل للمباراة عشان خاطر فرقة ليفربول. بيعرج وشايفناه بيعرج وكان المفروض يطلع على طول، بس كان مصمم انه يكمل، بس خلاص بقى وقع في الارض بعد دقيقة ما قدرش يكمل المباراة وطلع ونزل للانا مع الضغط المستمر لليفربول وجماهير ليفربول. واحنا عارفين جماهير الانفيلد بتبقى عاملة ازاي وجماهير ليفربول في الانفيلد بتبقى عاملة ازاي. قدر ساديو ماني انه طبعا يتحصل على ركلة جزاء، ركلة جزاء دخل ينفذها ميرنر بكل برود اعصاب. ميرنر لعيب عنده خبرة، عنده 35-34 سنة ولعيب بيشوط ضربات جزاء خبرة، حط الكرة دخل حطها في زاوية والحارس في زاوية. بيكفورد حارس مميز طبعا، سملنا الخبره وحطها في زاويه وضحك علينا كلنا وضحك على بيكفورد. كده ليفربول متصدر 8 من 8، 8 ماتشات ب 8 فوز بره ارضه وجوه ارضه. ليفربول بياكد يوم عن يوم انه مصمم على الدوري. روح ليفربول النهارده وتصميم ليفربول ان هو مصمم انه ياخد الدوري لحد الدقيقه 94. الجماهير وحتى شفنا رده فعل يورجن كلوب بعد احراز الهدف بيبين لك مؤشر ان ليفربول مصممة السنة دي مش عايزة تضيع نقطة، عايزة تستمر في الصدارة وعايزة تبعت في الصدارة عن مانشستر سيتي. وطبعا حقها جماهير ليفربول نفسها في لقب للدوري، خدوا اللقب القاري، نفسهم في لقب دوري بقالهم سنين بخدوش الدوري. فيعني التصميم السنة دي عاين على الدوري الانجليزي. نتكلم بقى في نقطة كل الناس وخدت بالها منها والمذيع حتى وانا خدت بالي منها، مفيش دكة. ليفربول ما عندوش دكه، ليفربول مجهد، ليفربول جاي من دوري الابطال مجهد، ما عندوش اللعيبه اللي يعمل بقى روتيشن. اللعيبه دي هي هياها اللي بتلعب في دوري الابطال، بتلعب في الدوري، بتلعب في الكاس، بيريحهم في الكاس لان لسه الادوار اللي جايه في الكاس هتبقى صعبه. ما بيريحش اللعيبه دي، ما بتريحش محمد صلاح، ما بيريحش ماني، ما بيريحش فيرمينيو، التيم الاساسي كله ما بيريحش. ما عندوش دكه، حتى الدكه مصاب، يعني عنده لوفر مصاب، عنده ماتيب مصاب، عنده شاكيري مصاب، ما عندوش غير اوريجي بس اللي بينزله هندرسون نتيب. مفيش مش دول اللي صنعوا الفرق مع ليفربول. ليفربول النهارده مجهد، ليفربول النهارده كان هيضيع منه نقطتين بسبب الاجهاد، ان ليفربول مش قادر يقف على رجليه. ليستر سيتي مرتاح، ليستر سيتي كمان بدورها هنتكلم بقى شويه عن ليستر سيتي. ليستر سيتي بدورها السنه دي، ليستر سيتي بتلعب مباريات رائعه، ثالث الدوري الانجليزي. يعني ليستر سيتي مقديه مباريات رائعه، ماديسون في حالته، فاردي في حالته، المدرب بصراحه عامل بيهم تيم السنه دي وصعب انك تفوز عليهم. انا كنت متوقع المباراه دي تعادل 1-1 مش فوز، يعني انا كنت بقول الليفر هيسقط في المباراه دي وكنت متنبئ بكده. ليستر سيتي لعيبه واقفه على رجليها ومرتاحه كمان، ما بتلعبش في الدوري الاوروبي ولا بتلعب في دوري ابطال، فهي مرتاحه. الماتش ده بالنسبه لها كان جايه مرتاحه، لكن انت عندك ليفربول كان بيلعب يوم الاربعاء وجاه يلعب يوم السبت، يعني ريح خميس وجمعة ولعب السبت، يعني صعب جدا انك تأدي فول تايم. ما ينفعش انك تأدي في كل الوقت بنفس التشكيل وبنفس الريتم وبنفس الاداء وبنفس كل ده، ما ينفعش. انت لازم اجهاد، لازم بقى ايه اللي بيفرق مانشستر سيتي عن ليفربول؟ زي ما بنقول الدكه. ليفربول لو عندها دكه زي دكه مانشستر سيتي محدش هيقدر ليفربول. ليفربول لو عندها لعيبه زي مانشستر سيتي مبادله وفي روتيشن، يعني لو موجود كوتينيو موجود، لا سيبك من كوتينيو، لو موجود لعيب في نص الملعب ولعيب مهاجم ولعيب مدافع، لازم يبقى عندك من كل واحد اتنين. ده اللي عند السيتي، عنده في كل مركز اتنين، ده اللي بيفرق السيتي عن ليفربول. ليفربول فعلا محتاجه تدعيمات. انت يورجن كلوب لازم تدعم، لازم تجيب حد صانع العاب، لازم تجيب حد مهاجم سوبر، لازم تجيب حد جناح مكان صلاح، ولازم تجيب حد مكان ماني. مش بقول لك قعدهم، لا لعب دول اساسيين، بس في الوقت اللي انت واقع بدنيا لازم تطلع. النهارده محمد صلاح واقع بس ما عندوش البديل، فيرمينيو واقع ما عندوش البديل، نزل اوريجي بس برضو ما ينفعش. لازم يبقى عندك البديل، لازم يبقى عندك 11 لاعب بره و11 لاعب جوه تعتمد عليهم. ما ينفعش انك بتلعب النهارده ما انتش قادر وما عندكش حد بره، ما فيش غير اوريجي، هندرسون انا مش معترف بهندرسون ولا لالانا اللي نزلوا دول، مش معترف بيهم اساسا ان هم لعيبه ينزلوا يغيروا نتيجه مباراه. انت عايز حد ينزل يغير نتيجه مباراه. النهارده فزت بضربه جزاء بالصدفه، ممكن في الدقيقة 94 خلاص الحكم هيصفر، الدقيقة 94 وممكن اساسا ما يخشش حد يعمل ضربة الجزاء ومحد فيش التحامات وتطلع 1-1 والدنيا تمام. لكن انت النهاردة بالصدفة فزت، مش كل مباراة الحظ هيلعب معاك. ده انت في دوري ابطال كنت 3-0 تعديل 3-3. لازم وقفة من يورجن كلوب ولازم وقفة من الادارة ولازم في يناير في تدعيمات. انت لو عايز تكمل كده كمل بقى،
ادام انت مش عايز تصرف، انت مش عايز تصرف يا عم الحاج ما تصرفش، بس ما تتكلمش ببطولات وجمارك ما تتكلمش ببطولات وما تعملش اي حاجه، لكن عايز تصرف وعايز تكمل في الدوري وعايز تكمل في دوري الابطال لازم تصرف يا معلم. عايز توفر انت حر، عايز تصرف في بطولات ده اللي عندي. يعني قول لنا رايك في مباراه النهارده، ويا رب اصابه محمد صلاح في الاخر، يا رب اصابه محمد صلاح تبقى قليله، يا رب اصابه محمد صلاح ما تبقاش قويه. كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، تنزل تلعبنا بسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس ولايك للحلقه وشير للحلقه، وسلام.